السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة مطبخي حياتي. النهاردة هقدم لكم وصفة جديدة، وقبل ما نبدأ دوسوا لايك، ولو لسه ما اشتركتش معايا في القناة يلا اشترك بسرعة وفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو لدينا من جديد، وما تنساش تشير الفيديو مع أصحابكم وحبايبكم وتعليق حلو من عندكم. ويلا بينا نبدأ الفيديو. وصفتنا النهاردة حبايبي عن كريمة الشوكولاتة، كريمة احنا كلنا بنحبها، دايما بنحتاجها في سندوتشات المدارس، دايما اولادنا بيحبوها جدا، فالنهاردة قررت ان انا اعملها لكم. اول حاجة بسم الله نبدأ بالمقادير. عندنا كوب من الماء، عندنا مكعب من الشوكولاتة الخام، عسل نحل، ماء موارد، زبدة، كريم جانتين، لبن بودرة، كاكاو خام، سكر، نسكافيه، فانيليا. بسم الله ونبدأ. بسم الله، أول حاجة هناخد كوب من الماء نضعه في كاسرولة، وبعد كده ننزل عليها معلقتين عسل نحل، نحط على النار عشان يفك معايا. عمال حبايبي مع الميه والفانيليا الميه والعسل على النار يدوب. اول حاجه هنحضر المقادير البودر بتاعتنا. اول حاجه هنبدا، بسم الله، هناخد 8 معالق من اللبن البودره، 1 2 3 4 5 6 7 8 8 معالق، دول 8 معالق كبار. يبقى كده معانا 8 معالق كبار من اللبن البودره، هنضيف عليهم 8 معالق كبار من الكاكاو الخام. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 كده معانا 8 معالق برضو من ايه؟ الكاكاو الخام، على 8 معالق من اللبن البودرة. بعد كده نحط 10 معالق من السكر. بسم الله، دي معلقة تانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. كده معانا 10 معالق من السكر، بعد كده هنضيف عليهم معلقتين من الكريم شانتيه الخام، معلقة تانية، كده ضفنا معلقتين من الكريم شانتيه. هنضيف عليهم في الآخر معلقة من النسكافيه كبيرة، عشان بيديله طعم حلو قوي، بيخلي النشاط والتركيز بيبقى زايد عند الاطفال والكبار. وبعد كده نبدا بقى نخلط مقاديرنا كلها. تمام، نرتب ونسيبه على جنب. نجيب معانا هنا معانا المية بالعسل، دفيت على النار، معانا المية بالعسل دفيت على النار،
هننزل عليها رشة من الفانيليا ورشة من الموارد. يبقى كده معانا كوب من الماء عليه معلقتين من العسل النحل عليه رشة فانيليا عليه رشة ماء موارد، ونقلب كويس. بعد كده نبدأ نضيف مقادير الخام البودرة على الخليط الايه السائل. دلوقتي هنضيف مقادير البودرة على خليط السائل واحدة واحدة كده بالمعلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. وريت بعد كل نحط حبة نقلب المعلقة التانية. هنلاقي الخليط بتاعنا بدأ ايه يتقل. ونقلب تاني. ننزل تاني بالمقادير بقيه البودر خليط البودرة اللي احنا عاملينه ونقلب. ونحاول كده ننزل ببقيه البودرة. كده نزلت بقية خليط البودر على خليط السائل. ونقلب جيدا. بعد كده هرفعه على النار واجيبكوا تاني. ورجعت لكم حبايبي بعد ما دوبت البودر في الكمية السائلة بتاعتنا على النار. تمام. هنبدأ دلوقتي نحط مكعب الشوكولاتة الخام. نبدأ ندوبها على النار وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين حبايبي بعد ما عملت كريمة الشوكولاتة على النار طلعت بسم الله ما شاء الله بالمنظر الجميل ده. تمام. هنبدأ في الاخر نضيف لها مكعب الزبدة. مكعب الزبدة ده بيعمل معانا ايه؟ بيدي لمعان لكريمة الشوكولاتة وبيدي لها ايه دسامة وقوام سميك. هنبدأ نقلبها. هدفيها على النار بس لحد ما تسيح وارجع لكم تاني. كده حبايبي وصلنا للشكل النهائي لكريمة الشوكولاتة. تمام. هفرغه قصادكم. طبعا كل ما بيبرد كل ما بيتقل اكتر. نبدأ بقى نفرغه في العلب بتاعتنا. كان انا شارينه من بره بالظبط ولا انا مش. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتشيروا الفيديو مع اصحابكم وحبايبكم. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.